بيان إلى الرأي العام العالمي إن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشابة الكردية مهسا أميني بتاريخ 16/9/2022 من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق للنظام الإيراني، والتي أدت إلى فقدانها لحياتها جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضت له في السجن، ما هو إلا استمرار للنهج القمعي الذي ينتهجها النظام الإيراني الاستبدادي. إن الممارسات التي تقوم بها أنظمة القمع والاستبداد في العالم والتي تحكمها حركات متطرفة كما يحدث في إيران وأفغانستان وسوريا وتركيا وغيرها بحق الشعوب، ولا سيما المرأة وما ارتكبه تنظيم داعش بحق النساء الإيزيديات والآشوريات، إنما هو نتاج ذهنية الإنكار والإقصاء التي لا تعترف بالآخر والتي تقيد الحريات والحقوق، وهي تعد جرائماً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وانطلاقاً من كون قضية المرأة قضية جوهرية في مختلف المجتمعات عابرة للحدود. فإننا وباسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر هذه الجريمة، ونتوجه بالنداء لمنظمات حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات النسوية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها أمام محاكم دولية، كما ندعو جميع نساء العالم لرفع وتيرة نضالهن في وجه المد الظلامي والعقلية الاستبدادية التي تنتهج الإبادة والقتل بحق النساء. المجد والسلام لروح الشهيدة مهسا أميني، الخزي والعار للنظام الاستبدادي في إيران.